اليوم احنا قاعد نصنع منتجات بإذن الله كلها راح تكون إهداء وبدون مقابل لمؤسسات الدولة. هذا منتج كويتي 100%، أول شيء هو مصنع كويتي 100% ومنتج كويتي 100%، شباب مهندسين كويتيين، مدير المشروع المهندس عبد الوهاب البابطين كانوا طول الليل والنهار يسهرون على صناعة منتجات تحمي الطاقم الطبي، لأن في الصفوف الأولى هم الطاقم الطبي، فحنا لما نقدم لهم شيء بسيط لهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع. احنا اليوم نمشي على درب أهل الكويت، نمشي على درب العطاء. أيام الغزو رحمة الله الشيخ يابر ورحمة الله عليه العم خالد المرزوق قدم كل ما يملك، اليوم احنا نتعظ بهذا الدرب ونقدم كل ما نملك، ما نبي إلا الدعاء ودحر هذه الجائحة. أقول الكلمة الأخيرة لسيدي صاحب السمو، دول العالم كلها أشادت بالكويت، وهذا بفضل من الله وثم دعمك ومجهودك وسهرك علينا يا أهل الكويت، فشكرا لسيدي صاحب السمو، والله يبعد عنا هذه يبعد عنا هذا الوباء إن شاء الله خلال هالشهر الفضيل إن شاء الله. أول منتج عندنا هني هذه الديسنفكشن بوث، وأهم ما يميزه أنه هو متنقل وسلس التنقل، تقدر تنقله على هافلوري على وانيت ينقل معك. نبلش هني، أول شيء هني تكون الإلكتريكال بانل، هذا العداد هني الكاونتر يعد لك كم واحد دخل حق يعني لما تي تبي تسوون احصائيات او دراسات. هني الامرجنسي ستوب، هني المود، عندك تو مودز اوتوماتيك ومانيوال، زين، وهني حق هذا الباتنز حق المانيوال مود ستارت وستوب. طبعا هني عندك هذه مالت التعقيم قبل لا تدخل تعقم، والحين احنا حاطينه على اوتوماتيك مود، في سناسر هني راح يلقطون اول ما تدخل. هذا المنتج الحين هو موبايل كلينيك، عيادة متنقلة، حلو، وراح يكون فيها هني المدخل، زين. طبعا هني تكرمون مزودة في حمام أول ما تدخلون على اليمين، وقبل لا تدخل هني تكون في كاميرا فوق، كاميرا حرارية تقيس درجة حرارة الشخص، إذا تمام ما راح يشب حمر، وأول ما أو إذا شب حمر معناته أن أنت ما تقدر تدخل أن فيك حرارة. تفضل معي. طبعا مزودة ببلاكات هني وهني أوتلت، كل شيء يحتاجونه. هذا مكتب الدكتور هني، طبعا تبين لك قراءة الكاميرا بالقراءة الحرارية موجودة، الدكتور راح يكون قاعد هني. في طبعا هني دريشة وشفاطات مزودة بكل شيء، ماشيين على كل ستاندردز العالمي. هني سرير المريض، وهذه طاولة الطعام، هني جهاز الأكسجين، وهني هذا الحامل اللي مزودينه مال الأكسجين أو الدريب بشكل عام، وسهلة التنقل، تقدر تحطها بسكس ويل وتتنقل بأي مكان، ومكيفة وكل شيء جاهزة، بس حطها وشغلها على طول. ممكن إعادة استخدامها في أي شيء، ممكن يكون في مثلا لنفترض مناطق جديدة وللحين ما يكون فيها عيادات، ما يكون فيها مستوصف، ممكن يستخدمونه هناك. ممكن أماكن مخيمات تخييم يحطونها أماكن شاليهات اللي ما فيها عيادات.